بحييكم عبر شاشة الجديد، وجايين اليوم ناخذ غرادة ضيفنا المحبوب الصحافي خليل عجمي. شو طالب ضيفنا خليل؟ قولوا لي بس. شوربة اللقطين، شوربة كتير طيبة، ابن ضيحة بيعرف قيمة اللقطين، بيعرف الطعم الطيبة. شو طالب مسخن؟ ايه مسخن الفلسطيني، هم خمن الشيف انطوان مش حيعرفنا عم يكعيه. وطالب كمان عجينة البقلاوة بالقشطة، ياي 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 ياي، شيف انطوان يحسبي لك ايه هون، أطيب شيء، أطيب شيء، تكرم خينا خليل عجمي. 10/10 خليل عجمي. سيد خليل بيعمل لك شوربة، شوربة اللقطين اللي طلبتها أنت، تقول مش ضيق مثلك، أنت اللي بتحبها كثير، هيك هيك بعت خبر، أنا يحسبي لك إياها غير شكل، غير شكل، غير شكل، هاخذ لك لقطينة ضوي لوحدها، مثل الشمس، مثل الشمس، ما ترضى غير مثل الشمس، لايك مالها لقطينة، لايك لايك، هي كلها بدي أخذ لك، كلها بدي أخذ لك إياها، كلها لايك، لك شو تقيلي، لك شو تقيلي، ساعدوني دخيلكم، يا أخوني ساعدوني، 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 هلا بخلي قصولي منها، ياي 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 ياي، اوعى يصير لك شيء، اوعى يصير لك شيء، اوعى يصير لك شيء دخيلي، هلا بدي أخذ لها راس بطاطا، بدي أخذ لها راس بطاطا. وطالب خينا خليل شو بده مسخن فلسطيني، ياي ياي شو حلو، ياي ياي شو حلو. كيفك؟ كثير طبخات عم نسوي، اطلب انت بس اتصل بالجديد قول له طلع على بالي هالاكلات تاع الشيف انطوان ونجي بصور لك اياهم واطيب اكلات بنطعميك بس قول. كمان الشوربه بدها بصل، لو كانت شربت يقطين بدها بصل، شوف كيف عم ناخذ لها على وصولها. كمان قلنا بدها بطاطا، ياي 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 هالبطاطا، البطاطا وعلى البطاطا البساطة، يا عيني على البساطة، بتعشيني خبز وزيتون وبتعشيني بطاطا. هذا الراس هي مخبى، ما حدا عم يقشعه من الناس، كان مخبى تحت، انا شلته، انا شلته، كثير حلو هذا. كيف الشباب؟ هلا هلا منيح؟ وين عندكم خبز الساج؟ هون دلوني بس، هذا هو خبز الساج، هذا هو خبز الساج، خبز الساج. شو مع كل هالتوابل مش عم نلاقي سماء؟ معقولة؟ معقولة؟ خلص خيي بجيب له من بيتي، أنا عندي شجرة سماء وعامل سماء لحالي، تكرم عيونك خيي خليل، من البيت بجيب لك سماء. هيدي هي الضيعة اللبنانية، سماء سماء، هيدا هو بين السماء. كيفك مدام؟ منيحة؟ كيف هالأكل عندك؟ بشهي صحة وأنا هل القلوبات؟ مش كل الشوكولاتات تاخذوها، خلوا لي شوي لإلي، خلوا لي شوي، تسلمي تسلمي. يلا هاو قلوبات، هاو قلوبات، وعندي فوق كاجو إذا بدي أحط، عندي بالمطبخ، بدنا حليب للقشطة. من الضيعة اللبنانية، مرة من هاي ومرة من هاي. هي المواد قلت لكم، لونه بيكون أبيض مثل المي، المظهر لا، لونه شوي أصفر، وبناخذ لها نجرون شيف زيت الزيتون. ولك كيف تفتر العربية، لايك 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 ولا لقطيني، شايفة لقطيني بتشهي لايك مثل الشمس. شو عملت فيي يا خليل؟ شو عملت فيي يا خليل؟ ما بدك غير لقطين؟ هلكتني هلكتني، لك والله لقطيني حبيت نجيب لك إياها أنا، بس شو عم بقدر بحمل؟ آخ تعبت، كيف بدي اطلع اطبخ انا هلا؟ تعبت تعبت يا خليل العجمي كله، بدي طعميك انا بكره، بدي منك سجاده عجمي بكره، قد ما بدي اتعب، بدي اسوي لك اياها الاكل الطيبه. يي يي